بدأوا؟ المفك ده أول برغي مسمار زاد على فك. إيه ما منركب بالعكس. إيه أنا خسر أنا تهل. لا 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 قربت قربت قربت. لما تقربوا فيكم تعملوا إيديكم فيك تفك بإيدك إذا بدك إذا قربت أو إذا برافو أول زياد أول مسمار لزياد. أرجوك سيبني أكسب سيبني أكسب يا رب. ماشيين مع بعض الشباب كله بده ياخد النقطة من هيدي اللعبة ويزود. طبعا بالنسبة لزياد لازم يكسب. اضغط على المفك الفوق. أنا بموت. معلم زياد كثير اللي بقول لك هذا الموضوع دور جديد دور سينمائي جديد. اوكي كمل بالمفك اذا بدك. شوف احمد شو عم بيعمل. احمد ايه شكله كثير لما تعرف. حبيبي طبعا طبعا. يلا المسمار التالي وخلص ودخل على الثالث. طبعا زياد عنده مشاكل بالمسمار الثاني. عنده مشاكل عائليه. محتاجين نكسب اللعبه دي. على يا ابن الايه. يلا إيه برافو زياد فايد على المسمار الثالث. هو احمد برافو. كله بالبيوت عم بشجع سقه وزياد. خاف ربنا اعمل بسرعه عشان تكسب انت. يلا زياد نحن بدنا اياك كلياتنا تكسب. يلا لانه نقط مهمين لك بهيدي اللعبه. انا حموت. المنافسه شديده والسقه بالراحه وزياد بالراحه. يلا اوكي زياد عم بقرب. زياد عم بقرب. برافو زياد. يلا برافو زياد برجك انت معنا بيضرب من فوق هو اللي كسبان. نفسي اعمل حاجه بس اعمل دي. نفسي اعمل له دي بقى اخد بقى. طبعا كانت منافسه كثير حماسيه. يعطيك العافيه واخذت النقط.